السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمونا في هذه القناة من خلال الاشتراكات والإعجاب والتعليقات ديالكم من أجل التطور وتقديم الجديد حول أخبار كرة القدم المغربية والدولية. وشكرا، والله ولي التوفيق. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا. وكشف الكاف في بلاغ رسمي أنه بناء على المخاوف المتزايدة لفيروس كورونا وإعلان منظمة الصحة العالمية الذي وصفت الفيروس بأنه وباء عالمي، قررت الكاف تأجيل بعض المسابقات القارية حتى إشعار آخر. وتم تأجيل كل من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 وتصفيات كأس إفريقيا المؤهلة إلى مونديال أقل من 20 سنة لكرة القدم النسوية إلى جانب نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية 2020. وبهذا يكون الكاف قد أجل مباراتي المنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى المقررتين شهر مارس الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021. أفادت بعض المصادر الإعلامية أنه تقرر بشكل رسمي تأجيل مباراة الرجاء الرياضي والإسماعيلي المصري برصب إياب نصف نهائيات مسابقة كأس محمد السادس للأندية البطلة. وحسب مصدر خاص، فالقرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الجامعة المالكية المغربية لكرة القدم والاتحاد العربي، خاصة بعد إعلان المغرب عن توقيف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد. وأضاف ذات المصدر أن هذه المباراة تم تأجيلها إلى إشعار لاحق، إذ من المنتظر أن تشد بعثة الإسماعيلي الرحال نحو الديار المصرية مع أول طائرة متوجهة نحو مطار القاهرة الدولي. ومن المنتظر أن يغادر لاعبو فريق الرجاء الرياضي بعد قليل مقر إقامة الفريق بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، حيث دخلت المجموعة الرجاوية في مرحلة التركيز التي تسبق المباراة. المغرب يقرر توقيف بطولة كرة القدم بسبب تداعيات وباء كورونا. قررت وزارة الثقافة والشباب والرياضة وقف البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني. يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر وحتى إشعار آخر منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، موردة أنه تقرر أيضا وحتى إشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية. وحسب ما كشفه مصدر مطلع لأحد الجرائد الوطنية، فإن قرار الذي اتخذه أمس الجمعة سيتم إعلانه رسميا قريبا، مشيرا إلى أن المغرب قرر الانخراط في جميع الآليات التي من شأنها الحد من انتشار هذا الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا. وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت عقب المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم وفي إفريقيا تأجيل منافسات تصفية كأس أمم إفريقيا 2021 التي كانت مقررة في الفترة ما بين 25 و 31 مارس المقبل. وذكر بلاغ الكاف أنه قرار تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية الكان إلى وقت لاحق، وذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، مضيفا في إفريقيا لا تم تسجيل حالات محدودة مصابة بالفيروس، لكن الأمور قد تتطور بشكل سلبي.